وينضم إلينا من خان يونس مراسلنا بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك بشير. ويعني مع هذه الأوضاع والقصف المستمر، القصف الإسرائيلي المستمر، ما هو الجديد لديك؟ تحية لكم. يعني ونحن ندخل اليوم 48 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا تزال الطائرات الحربية الإسرائيلية تنفذ غاراتها العنيفة في مناطق عدة في قطاع غزة من شماله حتى جنوبه. لم تسلم هذه المحافظات من الغارات الإسرائيلية. نتحدث عن آخر الغارات التي استهدفت قبل قليل مدينة رفح، حيث دمرت مقرا للجمعية الخيرية بمحيط المستشفى الكويتي، مما أدى إلى دمار في هذا المستشفى الذي يقع في جنوب مدينة رفح، بالإضافة إلى استهداف عدد من المنازل، منازل المواطنين الفلسطينيين في تلك المنطقة، مما رفع من أعداد الشهداء والجرحى الذين يصلون تباعا إلى المشافي لتلقي العلاج، بالانتقال خطوة نحو الشمال باتجاه مدينة خان يونس التي تعرضت إلى وابل كثيف من الأحزمة النارية في المنطقة الشرقية لهذه المدينة، والمنطقة أيضا الجنوبية لمدينة خان يونس، حيث استهدفت عددا من المباني والأراضي الزراعية والطرقات. هذه هذا الوابل الكثيف من المدفعية ومن القصف الجوي العنيف باتجاه المناطق مدينة خان يونس. أراد الاحتلال الإسرائيلي بتدمير هذه الأراضي الزراعية بشكل تام وتقطيع يعني أوصال المحافظة، محافظة خان يونس وأحيائها عن بعضها البعض من خلال هذا القصف الذي استهدف الشوارع والطرقات. أتحدث إليكم الآن وأستمع إلى أصوات انفجارات تهز مدينة خان يونس ناجمة عن يعني العشرات من القذائف الصاروخية التي تطلقها المدفعية الإسرائيلية باتجاه المنازل في المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، والتي تتساقط بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين. إذا ما اتجهنا أكثر باتجاه الشمال، حيث المحافظة الوسطى والتي لم تتوقف فيها الغارات، حيث استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية بعدد من الأحزمة النارية بلدة دير البلح، وتحديدا في المنطقة الغربية لبلدة دير البلح، ودمرت عددا من الأراضي والطرقات في تلك المنطقة. المحافظة الوسطى تضم عددا من المخيمات الفلسطينية، منها مخيم النصيرات ومخيم البريج ومخيم المغازي، حيث تعرضت هذه المخيمات إلى قصف إسرائيلي عنيف استهدف عددا من المنازل في تلك المخيمات، مما أدى إلى دمار واسع في تلك المخيمات وارتقاء عدد كبير من الشهداء والجرحى الذين نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في المحافظة الوسطى. بالاتجاه أيضا باتجاه الشمال، حيث مدينة غزة وشمال قطاع غزة، الغارات العنيفة والمتتالية لم تترك شارعا ولا حيا في تلك المنطقة في غزة والشمال إلا واستهدفته الطائرات الحربية الإسرائيلية، حي الزيتون وحي الشجاعية، منطقة التفاح وهي المناطق الشرقية لمدينة غزة، وكذلك حي الصبرة، حي الرمال، حي النصر ومخيم الشاطئ، جميعها أحياء في داخل مدينة غزة يعني نفذت فيها الطائرات الحربية الإسرائيلية عددا من الأحزمة النارية، استهدفت الطرقات والشوارع وكذلك منازل المواطنين، وارتكبت فيها مجازر بحق المواطنين المتواجدين في تلك المنطقة. المحافظة الشمالية والتي تضم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون تعرضت إلى وابل كثيف من الأحزمة النارية، والتي تركزت في الآونة الأخيرة في محيط المستشفى الأندونيسي، مما أثار حالة من الدمار الكبير في محيط هذا المستشفى، ودمارا واسعا خلفته تلك. بشير، كان سؤالي على المستشفى الاندونيسي. كان هناك تحذير من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي لاخلاء موجه طبعا للاطقم الطبيه والمرضى والنازحين داخل هذه او داخل هذا المستشفى، لاخلاء المستشفى تمهيدا لاقتحامه. هل هناك اي تطورات فيما يتعلق باقتحام المستشفى الاندونيسي هذه الاثناء؟
يعني لم أسمع السؤال بوضوح، ولكن إن تحدثت عن عمليات الإخلاء فوصل قبل قليل إلى مستشفى ناصر أكثر من 190 نازحا ومصابا كانوا يتواجدون ويتلقون العلاج في مستشفيات الشمال منها الأندونيسي ومستشفى الشفاء، تم إجلاؤهم بالقوة باتجاه المستشفيات الجنوبية، وصل عدد منهم إلى هذا المستشفى ومجموعة أخرى توجهت إلى المستشفى الأوروبي في مدينة خان يونس كذلك. هذه يعني تم الإخلاء لهذه المستشفيات في مدينة غزة. الحديث يدور حسب شهود العيان الذين تحدثنا معهم أن قوات الاحتلال بدأت بالفعل باقتحام والاقتراب من المستشفى الأندونيسي بشكل أكبر تمهيدا لاقتحامه. قالوا أن المستشفى الأندونيسي يعني تعرض إلى دمار واسع جراء الاستهداف الإسرائيلي المتكرر لأبنية هذا المستشفى بشكل مباشر من عبر القذائف التي تطلقها الدبابات والرصاص الحي، بالإضافة إلى الغارات الكثيفة والعنيفة التي تشنها الطائرات الحربية الإسرائيلية في محيط هذا المستشفى وعلى مقربة كبيرة من مباني هذا المستشفى. يعني قد ننتظر خلال الساعات القادمة اقتحام لقوات الاحتلال الإسرائيلي لبناء أو لأبنية مستشفى الأندونيسي في شمال قطاع غزة، ولكن حسب ما تحدث به شهود العيان أن قوات الاحتلال قامت بتدمير أجزاء كبيرة من هذا المستشفى عبر الاستهداف المباشر للأبنية والساحات العامة. طيب فيما يتعلق أيضا بالمستشفى الأندونيسي والنازحين والعالقين الذين كانوا داخل المستشفى، بشير لو تسمعني جيدا الآن، هل ثمت ممرات آمنة تم إقرارها من قبل قوات الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي من أجل نزوح وخروج المرضى والأطقم الطبية والنازحين داخل المستشفى إلى مناطق الجنوب؟ يعني تم نقل عدد من المرضى والنازحين من المستشفى الأندونيسي ومن مستشفى الشفاء الذين كانوا يتواجدون في غزة باتجاه الجنوب. هم تعرضوا إلى مضايقات على الممر الآمن الذي تقول إسرائيل بأنه ممرا آمنا باتجاه جنوب قطاع غزة. الحديث يدور عن اعتقال عدد من الأطباء والمسعفين الذين كانوا ضمن هذه القافلة التي يعني انتقلت من الشمال باتجاه الجنوب، وما زال مصير هؤلاء الأطباء والمسعفين حتى هذه اللحظة مجهولا. نعم، يعني بشير إذا تحدثنا عن الهدنة، هناك وسائل إعلام تقول أنه لم يتم الاتفاق النهائي على آلية إطلاق سراح المحتجزين، هل لديك تفاصيل أكثر عن هذه الأنباء؟ يعني نقلت العديد من الوسائل الإعلام أن الهدنة يعني تعثرت بسبب أو أجلت بسبب عدم إطلاق سراح أو الاتفاق بإطلاق سراح الرهائن ويعني في قطاع غزة وعدم تسجيل أو تسليم القائمة التي تضم هذه الرهائن، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم تصريح رسمي للفصائل ولا حتى لمن يقوم ويقود بالجهود الوساطة حول هذا الموضوع. ننتظر خلال الساعات القادمة تأكيد الأخبار وموعد الهدنة بشكل رسمي.